حديثنا على السياسة إلى حديثنا على الرياضة. على هذاك اليوم أنا سعيدة باستقبال السيد شادي الجرجوري وزهرة يزيدي، مرحبا بكم بك في عايشك إطار ميرسي. الحديث على جمعية اسمها جمعية جوست بيلوت. إذا هي جمعية رياضية خاصة برياضة السيارات، ويظهر لي زهرة أنت اللي باش تعرفنا بهذه الجمعية. جمعية الجوست بيلوت هو فريق متكون من شبان الهويت، أعمارهم تتراوح بين 18 و 35 سنة. جمعتنا انتري واحد اللي هو الرياضة الميكانيكية، تم إنشاؤه عنده بريسك عام برئاسة سي الأخ والصديق هيثم جرية، اللي وصل لنا الكل وعمل لنا باج أوفيسيال على الفيسبوك باسم الجوست بيلوت، ولم لجميع الناس المغرومة في الاختصاصات. أيوة جميع حلو برشا انه تلقى شابه، معناها فتاه مغرومه بالرياضه الميكانيكيه، معناها في العاده نلقاو شاب ربما هذا. أيوة. شنو هو اللي غرمك بالرياضه هذه؟ والله من الصغرى، والوالد ديجا الوالد من نفس الدومين معناتها الميكانيك، وانا من الصغرى تغرمت بشوي بشوي ذيك عليه. ولكلكم اصحاب اي جمعكم كنا وغرامكم بهذه عائله الرياضه. واحده. يظهر لي شادي عندكم العديد من الانشطه اللي تخص الجمعيه هذه، من اهم الانشطه اللي قاعدين تقوموا بها. الانشطه اللي نقوم بها تو سباق السيارات وتحضير السيارات للعرض، تحضير وتزيين السيارات ما يعبر عنه التونينج. احنا حاليا مشاركه نتاعنا السنه في البطوله الوطنيه للران والتونينج، شاركنا 3 سيارات في السباقات وزوج سيارات في العرض. نطمحوا ان شاء الله احنا البطوله هذه بطوله هاويه، ان شاء الله نوليو في المستقبل نشاركوا في بطولات محترفه كيما سباق تونس السيارات ورالي تونس. احنا باش نحكيو من بعد على تطور الرياضه هذه وحظها في خضم الرياضات في تونس، لكن نحب نعرف على طريقه التونينج هذه كيفاش يتم تزيين وتحضير السياره واخراجها من شكل عادي الى شكل ربما يجلب اهتمام اي انسان يحب يتفرج في السياره هذه. هو يبدا كله من غرام الشاب ولا الشابه بتزيين السيارات، تخرج عن الهيئه الاصليه للسياره، فما تزيين خارجي، فما تزيين داخلي، فما تغيير قوة، تغيير قوة السيارات. و معناها من شروط المشاركة في الرياضة هذه ولا في مسابقة ولا في تظاهرة هو اختيار شكل معين للسيارة، وإلا مش بالضرورة مش تغيير بالضرورة شكل. في البطولة الهاوية المتسابقين كل ينجموا يشاركوا بالسيارات نتاعهم، سواء كانت على الهيئة الأصلية نتاعها وإلا صار فيها تحويرات. زهرة يظهر لي المشاركة في البطولة ثم شروط موضوعة أم هي مفتوحة لكل إنسان مغروم بالرياضة هذه؟ هي مفتوحة لكل إنسان مغرومة بالرياضة هذه، فمش مشكلة تجيب سيارتك ولا سيارت. الحمد لله معناتها ما عنيش ديفيكولتي من ناحية المشاركات، يعني جوست يقع تصنيفها أصنيف عنا. الصنف الأول 4 5 خيول اللي مازلنا كي شاركنا بها في المشاركة الأخيرة اللي تقامت في تونس، وفاز بها الأخ شادي اللي هو عنصر من الفريق بيلوت بارمي لي بيلوت اللي عندنا. وعندنا زيادة من كل صنف عندنا بريسك بيلوت من كل صنف، ونشاركوا في الدورات الكل والحمد لله ديما موجودين على البوديوم بالتتويج. يعطيكم الصحة. باش نحكيو على فورميل تونسية على الرالي وكيفاش تم التحضير لهذه التظاهرة. التحضير هو يتم عن طريق نادي تونس السيارات، هو اللي مسؤول على التنظيم هذايا. احنا مازلنا ما نجموش نشاركوا فيه توا حاليا، خاطر فما تحضير اكبر، فما جمعيات لازم تكون محترفه، فما دينار سبيسيال مواصفات معينه مواصفات معينه للسيارات والسواق، فما فورماسيون. مازلنا احنا بعد شوي على المشاركات هذوما. ربما هذا على خاطر رياضه السيارات ولا الرياضه الميكانيكيه بصفه عامه مش قاعده تلقى في حظها في تونس. حسب رايك شنو هو الحاجات اللي تخلي الرياضه هذه مش كما الرياضات الاخرى؟ فما غياب من تاثير الدوله،
للرياضة هذه ما عندناش ربما زاد الرياضة هذه يلزم إمكانيات كبيرة شوية، ربما هذا اللي يخلي الرياضة تبعد شوية، خاصة للشباب اللي ربما ظروفهم المادية متوسطة. الهويت ما شاء الله وتبارك الله، نحن علاش نيدو بتأثير الرياضة هذه؟ على خاطر فما عبيد مغرومة تلعب في الشارع، يعملوا لي كورس وكل في الشارع من غير تأثير، من غير يعني نقول احنا نختار اللي مهمة وعلى الناس اللي معاهم، علاش ما نأطروهاش الرياضة هذه؟ وهذا من اهداف الجمعيه، تاثير الشباب المغروم بالرياضه. ايفيكتيفمون تويكا، ونحن عن طريق الجوست بيلوت نديو معناتها لوزاره الشباب والرياضه اللي توصل تعمل لنا معناتها تاثر لنا الرياضه هذه، وتوصل تعمل لنا ايفالياسيون معناتها نوصلوا نعملوا بها حاجه تحفونا برشا، معناتها علاش عندنا هويت تبارك الله. فما شكون يقول لك نحن عندنا في تونس ليران لي تونيك، حتى زملائنا اصدقائنا اللي في الخارج كونتاكت معهم على الفيسبوك يقولوا انتم ما عندكم هكا في تونس ليها؟ حتى كي راهو تصورنا على الفيسبوك في لي كورس اللي نعملوهم يقولوا انتم ما عندكم هكا في تونس؟ اي عندنا في تونس، وعندنا ما اكثر من هكاك، معناتها جوست ناقصنا الدعم والتاثير هكا. انت ربما ما عندكش اسم تستحضره ومتاثره بيه، ربما كي شفت المسيره الرياضيه نتاعو تشجعت وقلت علاش لا انا ما نكونش في كيف ما وصل هو، معناها خاصه يبدا معناها حاجه نسائيه، فماش ربما نجاحات حقوه من انسى في المجال هذا. والله انا متاثره شويه بيوتا كلان شميث اللي ديريامون شاركت في رالي اوليبيا ابارامون، وشركه زاده في رالي دكار هذيك، وزاده هند الشيوش وعبله الاسود بيان سور هذيك علي اصلا الاسماء التونسيه. الاسماء التونسيه. ربما شادي انت كي تشوف شباب مغروم بالرياضه هذه ويقول صعيب شويه باش انا ندخل في المجال هذا ونحس روحي خايف شويه، نجم نعمل حاجه هذه مش في اطار جمعيه، لكن كي ندخل في جمعيه باش ربما تولي فما شروط معينه، ربما يستصعب الحكايه شويه. انت كي تدخل كي تشوف شباب شنو تقول لهم؟ نقول لهم الباب مفتوح للناس الكل، كيما احنا بدينا وبدينا نشاركوا بصفه فرديه ومن بعد تلاقينا وعملنا فريق مع بعضنا، كيما الناس كل اللي تستهوي الفكره نتاع سباق سيارات وتعديلات على السيارات ينجموا يكونوا جمعيات، ينجموا يدخلوا معنا في الجمعيه نتاعنا احنا. هذاك كل مش يخلق انفيرونمون محيط للتسابق ويعرف اكثر بالرياضه الميكانيكيه ويخليها في اطارها. زهره، كيفاش الانسان المغروم يتصل بالجمعيه نتاعكم وكيف تسهلوا له الحكايه باش يكون بيناتكم؟ عندنا موقع على الفيسبوك باسم الجوست بيلوت، وطموحنا كبير، طموحنا مش كان حتى مع جروبنا نحن، ماذا بينا تتخلق لنا دي جروبات اخرين واليوم نلعبوا كونتر بعضنا لهنا في تونس على النطاق الوطني، وعلاش ليه على النطاق العالمي على صعيد العالمي نهار اخر نوليو نشاركوا في تظاهرات كبار، علاش ليه؟ على خاطر عندنا جميع الاختصاصات، عندنا اللي مغرومين بالران وتونيك، وعندنا مغرومين بالرالي بالكارتينغ، عندنا جميع ما شاء الله معناتها كل ما متأثرة بالوالد نتاعك وربما هو اللي يشجعك باش تكون وسط الجمعية هذه، لكن ربما فما بعض الأولياء اللي يخافوا على أولادهم، أنتم من جهتكم وأنتم تمارسوا في الحاجة هذه في إطار جمعية، أكيد فما تأمين على الناس هذوما، كيفاش توجهوهم، كيفاش تأطروهم؟ تنسيق يكون بيني أنا وبين الأخ المدير نتاع الجروب هيثم جرية، يعني حتى كيفاش نعملوا ريكروتمون أنت دب حد فينا في الجروب سوا بيلوت سوا معناتها باش يفيدنا بالفوغرافيست مثلا بالكوتي انفورماتيك، نعملوا له ريكروتمون ونحكيو معاه ونشوفوه فريمون هي يعني انتريسي بالدومين هذا ولا لا، وبعد كي يقع انتداب معناتها معنا في الجروب والصفحه نتاعنا تشهد علينا وتتكلم علينا، كي تدخل ديجا على الفيسبوك وترى كيفاش الحمد لله يا رب. ذكرنا شادي بالتظاهره والمواعيد نتاعها. احنا سنة في 2011 عندنا البطولة الوطنية الرينو تيونينج اللي صارت الجولة الأولى في أفريل في تونس، مازالوا فما أربع جولات أخرين على كامل العام في صفاقس في منستير في حمامات وفي بنزرت. الشباب الكل مدعو باش يجي يشارك، خاطر البطولة مفتوحة الناس الكل تنجم تجي تشارك فيها، فما المواعيد نلقاهم ديما موجودين في الصفحات المختصة على الفيسبوك ولا في مواقع الإنترنت اللي تتحدث عن الرياضة الميكانيكية في تونس. الشباب كل مدعو باش يجي يحضر كلك سوا باش يشارك في السباقات ولا يجي يعرض السيارات نتاعو اللي قام عليها التعديلات ولا جوست يجي يتفرس ويحضر ويتمتع بالسباقات اللي تصير.
طموحك والأفاق في رياضة السيارات والرياضة الميكانيكية عموما زهرة، شنو تنجم تقول عليه وشنو تنتظر من مستقبل لهذه الرياضة؟ ننتظر أن جروبنا يقع يتطور أكثر ويقع الدعم التأثير زاد الإعلامي والتأثير المعنوي من قبل وزارة الشباب والرياضة، وإلى خطر عندنا مطلب فيديغاسيون، معنيش فيديغاسيون تاع جامعة معناتها في الرياضة هذية، نطالبوا بجامعة إن شاء الله علاش ليه السيدة المسؤولين يسمعونا، ويقع تأثيرنا وتأثير الرياضة هذية وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون صوتنا مسموع. والكؤوس هذه يظهر لي خطيتوها في مناسبة تكون عليها هذه في آخر زوج باش نشجعوا ربما المشاهدين كي يشوفوا كؤوس هكاي راهو فما مستقبل للرياضة هذية. هذوما زوز كؤوس تحصلنا عليهم في زوز مشاركات نتاعنا اللي شاركنا بهم في اختصاص 4-5 خيول سيارات. الحمد لله معناتها الكؤوس وثمرة العمل نتاعنا جت من الأول، من أول زوز مشاركات نجمنا نتحصلوا على الكؤوس هذوما، وإن شاء الله احنا الأفاق نتاعنا إن شاء الله واعدة، إن شاء الله ما احناش باش نقفوا كان في الكؤوس هذوما. بطولات أخرى إن شاء الله في أصناف أخرى، في سباقات أخرى، علاش لا؟ إن شاء الله احنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح في المسيرة نتاعكم ومزيد التألق في مجال الرياضة الميكانيكية، وكنشوفوا شباب كيفكم أنتم بنات وأولاد ومعناها وشباب وكلكم متحمسين للرياضة هذه، من النجم نقولوا كان نتمنى لكم مسيرة موفقة. شكرا لك زهرة يزيد على حضورك معنا، شكرا لك شادي القرقوري على حضورك معنا. بالمناسبة نتشكركم برشا على الميسيون الحلوة وعلى الاستضافة الحلوة، ونوجه تحية لكل أعضاء فريق جوست بيلوت وللي فان نتاعنا. شكرا لك زهرة، مرحبا بكم في كل وقت. إذا نمشي إلى الفقرة الموالية والمرة هذه.